الزملكاوية ناويين يعملوا فريق العالم بتاع ريال مدريد في متعوبة. تخيل كده راموس في الدفاع وكمان بيتكلموا على بنزيمة في قلب الهجوم. أيوة اللي بتسمعه صح، نادي الزمالك داخل ينافس على أكبر الأسماء في كرة القدم. يا ترى إيه الحكاية؟ وهل فعلا الأسماء دي رايحة للزمالك؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. بصوا وخلونا نبدأ من الأول، راموس المدافع الأسطوري اللي عدى على ريال مدريد وباريس سان جيرمان وحاجات تانية كتير في طريقه. اللاعب اللي رفع 4 بطولات دوري أبطال أوروبا وكاس العالم كمان وغيرهم من الألقاب اللي ما تخلصش، الزملكاوية بيخلصوا فيه. طيب يعني إيه الكلام ده؟ لو راموس جاي يبقى حقيقي أهلا بيكم في عصر جديد، البطولات كلها هتكون زملكاوية، لا دوري بقى ولا سوبر ولا حتى الأهلي هيلم بطولة واحدة في حياته في وجودهم. في كلام بيدور عن مفاوضات الزمالك مع سيرجيو راموس وبيقولوا ان الموضوع مش مجرد إشاعة. تخيل بقى راموس اللي بيشير الجمهور الاسباني زي ما يكون ملك رايح للزمالك، ده لو حصل الاستاد هيكون على اخره في كل ماتش. طيب ليه راموس يسيب اوروبا ويجي مصر؟ اول حاجه الراجل خلاص عايز يجرب حاجه جديده ودوري جديد وجمهور جديد، ولما تبص على تاريخ الزمالك ومكانته في افريقيا هتلاقي الموضوع مش بعيد. الزمالك دخل في مفاوضات قوية وقالوا ان في نسبة كبيرة ان الصفقة ممكن تتم. الموضوع مش عن الفلوس بس، ده كمان التحدي الجديد اللي راموس بيدور عليه. طيب وكريستيانو رونالدو هو ده بجد ولا لا؟ الحكاية لسه ما وقفتش هنا، في كلام كمان انهم بيحاولوا يجيبوا كريستيانو رونالدو. تخيل كده كريستيانو وراموس في فريق واحد في الدوري المصري، الزمالك بيحاول يعمل حاجة جديدة خالص، حاجة ما حصلتش قبل كده، وده هيدخلهم في منافسة عالمية مش محلية بس. طيب ايه رأي الاهلاوية في ده؟ طبعا جمهور الاهلي هيبقى في حالة مش احسن حاجة، انت بتتكلم عن نجوم من الصف الاول في العالم زي راموس وكريستيانو، ممكن كمان بعد شوية كريم بنزيمة، ده احنا بنتكلم عن لعيبة كبار في السن لكن لسه عندهم الخبرة والمستوى اللي يغير اي ماتش. راموس رغم ان عنده 38 سنة لكنه لسه قادر يقف قدام افضل المهاجمين في العالم، وقف قدام رونالدو لما كان خصم، وقف قدام ميسي في الكلاسيكو، ده واحد ما يتقارنش، ولو الزمالك جابه هيكون تميمة الحظ الجديدة بجد. طيب الأهلي بقى يعمل إيه؟ هنا السؤال، الأهلي هيقدر يواجه راموس؟ ده واحد عارف كويس إزاي يتحكم في المباراة، سواء في الدفاع أو حتى في تسجيل الأهداف بالرأس، زي ما كلكم عارفين. الزمالك بيحاول يغير معالم الدوري، والصفقات دي لو تمت هنكون قدام شكل جديد تماما للكرة المصرية. إيه الجديد في الصفقة؟ عمر زعلوك وكيل اللاعبين طلع في تصريحات تلفزيونية وقال إن الموضوع جد جدا. الزمالك بالفعل عقد أكتر من اجتماع مع وكيل راموس، والراجل الأسباني ما عندوش مانع إنه يلعب في مصر، واللي وقف الصفقة لحد دلوقتي هو بس بعض التفاصيل المالية، لكن كل شيء وارد، والموضوع هيخلص بعد مباراة السوبر الأفريقي. الزمالك مش بيهزر، الفريق ناوي يعمل حاجة غير تقليدية ويدخل في سباق لضم أكبر الأسماء. راموس قريب وكريستيانو ممكن يكون بعده، والأهلي والأندية التانية كله هيبقى في ورطة قدام الزمالك. إيه رأيكم؟ هل الزمالك فعلا هينجح إنه يضم راموس؟ ولو ده حصل إزاي هيكون شكل الدوري المصري؟